السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وجعلنا من الماء كل شيء حي. يقوم فريقنا العامل بتوزيع المياه الصحية والنظيفة على النازحين في مراكز الإيواء في شمال قطاع غزة. نشكر المتبرعين الكرام وندعوكم للتبرع عبر منصاتنا الإلكترونية، وجزاكم الله كل خير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات. But it grew up on us.